للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من ولاية كنتاكي الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة موري ستيت. أهلا بك دكتور إحسان في هذه التغطية. بداية، ما حقيقة الموقف الأمريكي من تصدير الأسلحة إلى إسرائيل أو وقفها أو وقف حتى أسلحة بعينها أو شحنة بعينها في الوقت الحالي، بعد الكثير من الدول التي أوقفت بالفعل تصدير الأسلحة إلى إسرائيل؟ تحياتي أولا. يعني هذا يختصر بقول أمريكي too little too late، قليل جدا ومتأخر. يعني الإبادة ليست منذ اليوم، إسرائيل لا تكترث منذ اليوم الأول. حتى السفير الأمريكي الأسبق إلى إسرائيل قال إسرائيل تفلح في غزة plowing. يعني وبايدن منذ شهر 12 قال أنه indiscriminate bombing، يعني قصف عشوائي، وقال ما تفعله في إسرائيل في غزة over the top. يعني ومنذ البداية يقول تفادوا قتل المدنيين وأدخل المساعدات إلى اليوم. يعني هذا إجراء مهم، هذا تحول مهم، ولكن أنا أعتقد له رمزية أكثر من قيمة فعلية، لأن إسرائيل عندها السلاح، عندها السلاح، لا تحتاج إلى السلاح لتستمر في هذه الحرب، عندما يكفي. لقد أرسل أمريكا لها كميات هائلة من السلاح، جسر جوي لم يتوقف، وبحري، بعثت لها سلاح كثير، وبعثت لها المال 26 مليار دولار، وهي تحارب في رفح. يعني مثلا مش تحارب الصين أو روسيا، تحارب في غزة. غزة يعني ليس هناك طيران، ليس هناك مدافع، ليس هناك دبابات. فإسرائيل ممكن تستمر، ولكن هي قيمة معنوية لهذا التحول. ويعني نفاذ صبر الولايات المتحدة مع نتنياهو وحكومته، الذي لا يكترث النصائح، لا يكترث لبايدن، يتجاهل بايدن. يعني وهو يعني إحراج لدولة مهمة كبيرة مثل الولايات المتحدة أمام حلفاء العرب، أن هذه الدولة الصغيرة التي تأخذ المليارات من أمريكا وتأخذ السلاح من أمريكا بدون توقف، ولكن لا تكترث إلى ما تريده أمريكا. حتى موضوع الطعام إلى اليوم، تصور موضوع الطعام إلى اليوم ما زال الأمريكي يعود أنه لا يكفي الطعام الذي يدخل، لا يكفي. ولكن هذا في المجمل تحول جيد. في رأيك دكتور إحسان، يعني ما هي نقطة الخلاف الأساسية بين نتنياهو والإدارة الأمريكية؟ لأن يعني الدعم الأمريكي لإسرائيل كان متواصل ومستمر دائما منذ هذا العدوان، منذ بدء هذا العدوان في 7 أكتوبر، وحتى من قبل ذلك بالتأكيد. ولكن فيما يتعلق بهذه الحرب وبهذا العدوان، الدعم الأمريكي لم يتوقف، إن كان سياسيا دبلوماسيا وحتى عسكريا. ما هي نقطة الخلاف الأساسية التي تحولت على أساسها التصريحات والموقف والضغوطات من جانب الولايات المتحدة؟ صحيح. يعني منذ البداية الأمريكي قال للإسرائيلي أنه ما عندك فترة مفتوحة بهذا الحرب. يعني أكيد يكون هذا موقف معلن، ولكن بينهم بين الحوار الداخلي بينهم وراء الأبواب المغلقة، لا يجب أن يكون هذا الحرب مفتوحة. الإسرائيلي قال أحتاج إلى حد إلى السنة في غزة. الأمريكي قال لا مش قضية، ليس أشهر، قضية أسابيع، ولكن امتدت إلى 7 أشهر وتحولت المعركة. اليوم انتشرت المشكلة، مشكلة غزة أصبحت احتجاجات في أمريكا، وأصبحت عامل في السياسة الأمريكية وصداع أمريكي أيضا. فالمشكلة لم تبقى محدودة في غزة، انتشرت إلى أمريكا وجماعات أمريكا، وإحراج إلى أمريكا، وإحراج إلى بايدن، لأنه الانطباع الأمريكي، الشعب الأمريكي خاصة الفئة الشبابية تعتقد أنه بايدن فشل في سياساته في غزة. يعني هناك ضعف بالسياسة الأمريكية، والإسرائيل لا يكترث. يعني منذ البداية الأمريكي يعيد الكلام، تفادي قتل المدنيين، أدخل الطعام، ويذهب بلينكين، يذهب، وحتى وزير الدفاع قال لهم أنتم يعني تربحوا الحرب ولكن تخسروا، تربحوا المعركة ولكن تخسروا الحرب. نصائح نصائح نصائح، والإسرائيلي لا يكترث. يقدم أنت تقدم له دعم غير محدود وتقدم له نصائح، لا يكترث. ونتنياهو عنده جواب حاضر، يعني أنا أتفهم ما تقوله، أنا أتقبل ما تقول إدارتكم، ولكن عندي سموتريتش وبنكفير والمتطرفين في حكومتي لا يقبلوا بذلك. إلى اليوم لا يدخل الطعام بشكل كافي. وبالنسبة لرفح الفلسطينية، قال الأمريكي دعني أرى خطتك، عندك هؤلاء الناس في هذه المنطقة الصغيرة على الحدود، هذا المعبر يدخل منهم المساعدات، هناك بنية تحتية للاهتمام فيهم صحيا وطعام وماء، تريد أنت عملية اجتياح برية، ماذا ستفعل بهؤلاء الناس؟ هل عندك خطة؟
دعونا نرى الخطة، والأمريكي يطلب أعطونا الخطة الذي عندكم للتعامل مع هؤلاء الناس المدنيين. يعني القانون الدولي، القانون الإنساني، الإنسان لا يجب أن يقتل بهذا الشكل. إسرائيل لا يكترث.